وقائع غريبة أو واقعة شديدة الغرابة. حضراتكم يمكن سمعتوا عن وفاة ومقتل كابتن إبراهيم الدسوقي النجم السابق لنادي الزمالك، أحد نجومه في فترة السبعينيات وأحد نجوم منتخب مصر في فترة السبعينيات، قتل على يد نجله المريض. وبالمناسبة المريض عند هذا الحد، لأنه التحقيقات لا زالت مفتوحة، التحقيقات لدى النيابة هي اللي بتشوفها. مسألة بقى ان احنا نقول ده ابنه مش عارف كان يتعاطى ولا كان لا يتعاطى، دي امور ما نقدرش احنا نجزم بيها. اللي احنا عارفينه وكما هو منشور، الابن مريض نفسيا بشكل ما، ودي صورة كابتن ابراهيم الدسوقي الله يرحمه. اللي الواحد قعد قراه خلال الكام يوم اللي فاتوا انه الولد في حالة هياج عصبي شديدة جدا، فتطاول على الاسرة بكاملها، وزي ما تقول كده بالعربي بالمصري يعني دور فيهم الضرب. دي مصيبة، دي مصيبة. هي مش مصيبة بس لأنها أدت إلى وفاة، هي مصيبة إلى أنه ابن عمل كده في أهله. مريض نفسي أو مش مريض نفسي، اللي يوصل حد لده؟ خلونا نحاول نفهم دي بقى من دكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي. أهلا أهلا بيك يا دكتور جمال، كل سنة وحضرتك طيب أولا. وانت بخير يا رب، ومصر دايما بخير يا رب، وسنة هجرية سعيدة علينا جميعا يا رب. يا رب. دكتور، يعني وإحنا بنشوف الواقعة شديدة الغرابة دي، إيه اللي ممكن يوصل ابن أنه يعمل كده؟ بص يا فندم، أنا عندي المرض النفسي عشان يوصل لهذه المرحلة عدة أمراض توصل لهذه المرحلة. أنا يعني عندي الفصام التشككي، هو عنده هلاوة سمعية، هي اللي بتمشيه، هي اللي بتديله أوامر، هي اللي بتستفزه، بتشتمه، بتهيجه، فبيعمل أو بتهيجه على الأسرة أو بتثيره ضد الأسرة، فبالتالي بيوصل لمرحلة من الهاج الشديد ضد الأسرة، ممكن يأذي أي حد لمجرد أن هي هذه الأصوات عمالة تزيد معاه. طبعا ما بياخدش علاج، يعني احنا لازم نحط بين قوسين كده عشان الناس ما تخافش ان ده ما بياخدش علاج. في عنده مريض الهوس، مريض الهوس ده كلامه كتير، ما بينامش، حركته كتير، انفعالات كتيره جدا، توتر بسرعه عاليه جدا، هنا بيبقى ديستراكتبل، يعني بيضرب يمين شمال، هو مش محدد هو بيضرب مين، مش محدد، ما عندوش هدف معين يزيد زي مريض الفصام. يعني مريض الفصام هو عارف بيأذي مين، عارف بيضرب مين، عارف ان ده باباه، عارف ان دي مامته، الاصوات هي اللي بتوجهه ضرب فلان لشخص معين. لكن مريض الهوس هو بيضرب اي حد في اي اتجاه، فممكن تيجي في والده، ممكن تيجي في والدته، ممكن تيجي في اي انسان اخر معاه بالصدفه، ده مريض هوس. مريض الوسواس القهري هي بتجيله افكار، لو ما وبرضه عشان الناس ما تخافش، مريض الوسواس اللي ما بياخدش علاج بيجي عنده مرحله معينه بتجيله حاجه اسمها الومضيه. الومضيه ان هو تصرف معين اندفاع انفعالي لحظي بيعمله، ان هو يضرب حد، يموت حد في لحظه معينه، هي نتيجة أفكار متكررة ملحة، بس ما بياخدش علاج نهائي عشان الناس بتخاف لما بتسمع الكلام ده. احنا نعمل كده، احنا ممكن نموت عيالنا. يا اخوانا، ده بنتكلم على واحد ما خدش علاج خالص. مريض الفصام لو بياخد علاج استحالة هيوصل لهذه المرحلة. يعني احنا دايما بنقول لو لم يصل إلى الشفاء التام مع العلاج، على الأقل بنقلل الهلاوس، بنقلل الضلالات حتى لا تكون مؤذية للي حواليه. مريض الهوس ده اضطرابه وجداني، لو خد مثبت المزاج حتى لو ما شفاش 100% على الاقل ضمننا عدم الاستمرار بسرعه عاليه، وبالتالي مش هيكون مؤذي للي حواليه. فهمت. طيب دكتور جمال، انا هنتهز الفرصه في انه استغل بقى ان حضرتك موجود معانا على التليفون، واكيد حضرتك سمعت وتابعت اللي بيحصل الصيف ده زي الصيف اللي فات والصيف اللي قبله، القصص الغريبة اللي بقت موجودة لدى جانب من هذا المجتمع، مجتمعنا المصري، بتاع رفض طول الوقت لكل من هو مختلف عنه، بمعنى أدق رفض للناس اللي معهاش فلوس كتير، يعني ناس أو بعض الأغنياء أو اللي بيدعوا أحيانا أنهم أغنياء، لأنه في ناس كده اللي هم متشعبطين بحالة برجوازية كده، اللي هو ايه ده، مش معقول حد بيصيف في القريه دي، ياي اياه دول اكيد وحشين، مش معقول دي لابسه بوركيني وهي نازله البحر، في حد يلبس بوركيني، حاجات زي كده، حاله الرفض المجتمعي. اسمع واحد يقول لك ايه، اصل المكان اللي احنا كنا فيه 8 مصريين، ف
فانا حتى بتري قلت لهم هو بلجيكي ده ولا حاجه واحنا ما نعرفش، ولو بلجيكي ده احنا اعظم حضاره في الدنيا، فانا مش فاهم يعني ده سببه ايه يا دكتور. بص يا فندم، هل ده مرض نفسي؟ انت كده حضرتك جبت لي جزئيتين. الجزئيه الاولى ان احنا يا مصريين للاسف الشديد عندنا البعض وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي بنحب نقلل من نفسنا، وعندهم هم نفس الافراد دي عندها شعور بالدونيه تجاه الاخرين او تجاه ما كل ما هو قدم من الخارج، حتى لو جاي ناسف من دوله افريقيه بسيطه او جاي من دوله اسيويه بسيطه او من دوله اوروبيه شرقيه بسيطه، ولكن هو دايما عنده اللي جاي من بره افضل من عندنا، وده شعور بالدونيه، وده نتيجه تراكمات في التربيه والخبرات الحياتيه وجزئيه وراثيه، عشان نتفق. ودول موجودين على السوشيال ميديا وبيبانوا قوي يعني. عندهم كل ما هو قادم من بره هو ده الافضل وهو ده الاعظم، احنا عندنا كل حاجه وحشه. انا دايما اقول لهم اتكلموا على نفسكم، ما تعملوش تعميم للشعب المصري، مش كل واحد يطلع يتكلم كلمتين الشعب يريد، لا ما فيش الشعب بيريد، انت بتتكلم عن نفسك ما تعملهاش تعميم بعد صحتك. اما حته الثقافه النهارده عندنا درجه الوعي اختلت تماما، احنا النهارده عندنا الزواجيه الدينيه، عندنا الثقافه نفسها الوعي بتاعنا ابتدى يقل كتير، وبالتالي حته تقبل الاخر ابتدى مفروض يعني، حته انت ارجع بمصر من 50 سنه حته تقبل الاخر ده انك انت تعرف ده باشا ده بيه ده افندي ده دكتور ده مهندس ده ضابط ده واحد شغال في موظف، كلهم بيتعاملوا مع بعض بصوره طبيعيه، كلنا بنشتغل وكلنا قريبين من بعض، ولكن دايما لما بتختل الثقافه بتبدا هنا التباين، كل رفض الاخر اللي انا بقبله نفسي برفضه للاخرين، مع ان انا نفس الشيء ده انا باخده ليا انا يعني. النهارده انا اسف فريق كوره بيكسب عايز هو يكسب ويتمنى خساره الاخر، انا معاك من حقك تتمنى خساره الفريق الخصم، ولكن ما تكرهش ان الاخر يكسب زيك ده حقه. النهارده اختلاف في الدين، اختلاف في المدينه، اختلاف في الوظيفه، كل اي حاجه فيها اختلاف النهارده على طول بقى فيه كراهيه للاخر. ليه كراهيه الاخر؟ ان انت ما تربطش من الصغر على تقبل الاخر، ودي اسوأ شيء. احنا جات علينا فتره ابتدينا بنمد كراهيه لاي شيء خارج نطاقنا، يعني ابتدت في عمليه من زي ما بيقولوا كده ايه، قافلين على نفسنا قوي حتى داخل الاسره، الام قافله على عيالها بيحبوا بعض، اكرهوا انت يا ابني دي ليك انت ما تديش لاخوك، يبقى بالتالي ما تديش للجار، بالتالي ما تديش لزميلك في المدرسه. ابتدى كل واحد يقفل على نفسه، لما كبرنا انت مش متقبل طرف اخر، مش متقبل دين اخر، مش متقبل وظيفه اخرى، مش متقبل واحد من دوله اخرى، مش متقبل واحد من لون اخر، مش متقبل واحد من جنس اخر. ده كل ده يوريك مدى الضعف في الثقافه، وللاسف هي اتربت وزادت طبعا مع دخول ثقافات اخرى. انت دايما يعني وحضرتك ادرى مني الباب كتير جدا، انما بتدخل ثقافه غريبه على ثقافه مجتمع انت بتاخد الاسوء من الاثنين، وده اللي حاصل معانا دلوقتي. احنا واخدين الاسوء من الثقافه المصريه اللي هي كانت ثقافه نهريه، حب الخير وسلامكم، بنحب دايما الغريب ونحب الناس ونحب اي حد يجي لنا وصدرنا مفتوح لكل الثقافات، ولما دخلت علينا الثقافه الفرنسيه والانجليزيه فشلوا حتى انهم يغيروا مننا. لكن لما دخلت لنا في اوائل السبعينات ثقافه وكان ليها شكل ديني فانت ما تقدرش تمنعها لان انت شعب متدين بطبعه، وبالتالي النهارده وصلت لمرحله الازدواجيه الدينيه، انت واخد الشكل الديني الحلو قوي من اللبس بتاع الدين من الكلام الحلو في الدين، ولكن على التطبيق لو توجد ايه من الدين سواء اسلامي او مسيحي في تصرفاتك بيئتنا دي هي الازدواجيه اللي احنا بنعيش فيها، وبالتالي ابتدى يبقى فيه رفض للاخرين، ان اي دين من الاديان اول حاجه بينادي بيها حب الاخر، حب الاخرين. طبعا انت النهارده للاسف الشديد حته الحب للاخرين دي مش هقول لك انعدمت ولكن قلت، مش مع الكل، لسه احنا 100 مليون لو قلنا في 20 اتاثروا بالانحدار الثقافي في 80 لسه محافظين زي الالماز اللي عليه صدى، مجرد ما هتشيل الصدى دي هترجع الشخصيه المصريه لرونقها تاني، وهتلاقي الناس تحب بعض تاني والناس تتعايش مع بعض تاني بالصوره الطيبه، وتقبل الاخر هيكون موجود بصوره عاليه جدا. حاجة مأساوية. أنا بشكرك جدا يا دكتور جمال، كل الشكر لدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي.